السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم مجدي من قناة تكنولوجي نيوز. النهاردة هنتكلم عن أكبر تسريب شفناه لحد دلوقتي لموبايل آيفون 7 وتحديث للأوكولاس ريفت ونظارة HTC 5 جديدة وموبايل LG V20. نزل تحديث لنظارة الواقع الافتراضي أوكولاس ريفت يخليك تقدر توصل لحد 4 سنسور لتحسين الروم سكيل، وهو استخدام النظارة في الأوضة بالكامل بدل الجلوس على كرسي. بمناسبة الـ HTC 5، في إشاعة بتقول إن HTC هتنزل نسخة أصغر من الـ HTC 5. الإشاعة جاية من الشركة اللي بتورد أحزمة الرأس للنظارة. متوقع نزول النظارة في آخر السنة أو أول السنة الجاية. إشاعة بتقول إن LG هتنزل موبايل LG V20 في شهر سبتمبر، النسخة الأجدد للـ LG V10. الـ LG V10 نزل في شهر أكتوبر السنة اللي فاتت. نزول أكبر تسريب لموبايل آيفون 7 لحد دلوقتي. في فيديوهين نزلوا، الأول مدته 7 ثواني والتاني 2.5 دقيقة، والفيديوهين بيوضحوا الحاجات اللي احنا عارفينها من قبل كده. وجود سماعتين ستيريو ووصلة السماعات مش موجودة، والكاميرا بحجم أكبر، ومفيش خطوط أنتنة في الظهر.来给大家看正面吧。实际上正面的话，这个是手工打造的机模，实际上正面的话还是一个 iOS 9的系统界面，这个应该是 6S 的机模的一个正面。لو عجبك الفيديو ده دوس شير واعمل سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات زي دي، واشوفكم في الفيديو الجاي.